فم. الرابعة مساء هنا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجرندي اليوم السبت خلال ندوة حول الانتقال الطاقي من أجل تنمية مستدامة بين أفريقيا وأوروبا أنه بإمكان تونس أن تكون منصة لتصدير الطاقة نحو أوروبا. وأوضح الجريري بأن الموقع الاستراتيجي لتونس وقربها من إيطاليا وبعض البلدان الإفريقية التي تسخر بالطاقة مثل ليبيا والجزائر ونيجيريا والأزمة الطاقية الكبيرة التي تعيشها أوروبا اليوم إثر الحرب الروسية الأوكرانية ستمكن تونس من أن تكون الطريق الطاقية من بين هذه الدول. وأضاف المصدر ذاته بأن أوروبا تبحث اليوم عن مصادر طاقية جديدة ويجب على تونس أن تتموقع الآن في هذا طريق الطاقية، خصوصا وأن هناك تمويل من الاتحاد الأوروبي لوضع خط ضوئي بين تونس وأوروبا بهبة تقدر ب 307 مليون أورو وبقيمة استثمارات تبلغ 850 مليون أورو. وفي سياق آخر، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل وبشدة الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان المحتل في حق الفلسطينيين، معبرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد تكرر جرائم الاحتلال وغداة اقتحامه لمخيم جنين واغتياله لأكثر من 10 فلسطينيين. وأدان الاتحاد في بيان له أصدره اليوم السبت 28 من جانفي الجاري تواطؤ الدول الغربية وصمتها إزاء جرائم الكيان الصهيوني في مقابل علو أصواتها منددة بالحرب الروسية على أوكرانيا مدعمة لها بالسلاح والمال، مؤكدا بأن الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال لن تزيد شعب فلسطين إلا صمودا وتحديا ومقاومة. أدت فجر اليوم السبت 28 من جانفي الجاري وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم جزاحة زيارة غير معلنة إلى سوق الجملة ببر القصعة لمعاينة وضع التزويد والأسعار لمختلف المنتوجات الفلاحية واستشراف سيرها خلال الفترة القادمة. وطلعت الوزيرة أيضا على وضعية البنية التحتية ومختلف المرافق بهذا السوق وثمنت التحسينات التي تم إدخالها على الجناح عدد 4 المخصص للغلال، ودعت في هذا الصدد إلى الإسراع في إنجاز البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تعصير وتطوير الخدمات بها وإيجاد الحلول البديلة لكل المشاريع المعطلة. كما استمعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إلى مشاغل كافة المتداخلين بالسوق مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة حرصا على انتظامية تزويد السوق بالمنتوجات الفلاحية وترشيد أسعارها خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف بذروة الاستهلاك. تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس الجمعة أوراق تعيين إيريك فالتا مديرا للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتونس مع الإقامة برباطة. وثمن الجرندي دور المنظمة في إرساء السلام وترسيخ قيم التضامن والتسامح بين الشعوب وحرصها المتواصل على ضمان الحق في التعليم للجميع فضلا عن تكريس الحوار بين الثقافات كأداة لنبذ العنف والكراهية. نهاية الموعد الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع المايسترو سفيان العمري. إلى اللقاء.